السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ علي. وإياك تفضل. كنت أود يا شيخ، أنا كنت أصابني في فترة من الفترات حالة من المس، فيعني أصابني ألم شديد، فتوجهت إلى الله بالدعاء وقرأت سورة البقرة بضع أيام، فانتهى الأمر بفضل الله. أردت أن أوجه، يعني أرى البعض يتصل ويشتكي من هذا الأمر، أردت أن أوجه نصيحة من خلال صفحتك وجزاك الله خيرا على قناة سورة البقرة لما يشتكي من هذا الأمر، لأن الكثير يعني يشتكي بطنه، يعني يقرأ سورة البقرة ولا إيه؟ لا يعني نصيحة لسورة البقرة لعلاج المس، يعني أنا أكلمك عن تجربة مريت بها. يعني عفوا، أنت ما الذي أصابك وماذا فعلت؟ حالة مس. أصابك ماذا؟ حالة مس يا شيخ. أصابتك حالة مس، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم طبعا. ارق نفسك بالمعوذات أيضا. نعم.